حياكم الله، كيف حالكم؟ شاشتكم بخير. مقطع اليوم راح نفتح اكثر 100 ستار دروب، موضوعي مقدم بس لايك واشتراك وخلونا نبدا. راح نفتح اول خنزير، طبعا بدايه معروف تحصل بلينك و 480 ذهب، بالاضافه لذلك 200 نقاط تطوير. راح نفتح اول ستار، بس ليش 13 حبه؟ كان في العاده يعطون 20 على كل حدث، لكن ما علي، اهم شيء شيء على شيء. يلا خلينا نفتح اول ستار دروب وقول بسم الله. يلا طبعا معروف في البداية الحظ خياس. يلا حتى الثاني عندك مرة الحظ، يا اخي ارحم والديكم، ما كل مرة اصور مقطع ويطلع كل حظ بيض. يلا حلو، في تطور في تطور. يلا رجعنا موضوع النادر مرة ثانية. يلا مرة ثانية نادر، يا اخي متى تعطوني خرافي استثنائي اسطوري؟ على متى قاعدين كذاك؟ يلا نايس، حلو طلع لي بنز. حلو لباس طبعا نادر. يلا بقى اخر ثلاث ستار دروب، نايس نايس حلو خذ. يلا رجعنا مره ثانيه موضوع الكريدت. يلا بقى اخر ستار دروب، فاكيد راح يكون حظ مره تعبان. وهذا جميع الجوائز. طبعا خلص دور كوس، فتوني استوعبت اني داخل بحساب ثاني مو داخل حساب رئيسي، وخلنا راح نفتح بحساب الرئيسي. يلا رجعنا لك بحساب الرئيسي ونقول بسم الله ان شاء الله طلع لي سكن اقل حاجه. يلا افتح افتح. يلا 106 بلينك، معروف بلينك دائما قليل، و 500 نايس 200 حلو. يلا نقول بسم الله، اول ستار دروب. يلا الثاني نادر، ثالث نادر، والرابع راح يكون اكيد راح يكون مختلف. نايس خرافي. بدينا موضوع البخاخات، يا اخي انا ما ادري ايش قصتي، هل البخاخات عباره عن سكن ولا ايش؟ نشوف اللي بعده. نايس استثنائي. بارتي تايم. هي يلا خذ لك بخاخ سيرك، ما سيرك ساحب عليه فتره طويله. يلا اللي بعده اللي بعده. انا حرفيا المقطع اليوم راح يكون مره كثير تفتح ستار دروب. يلا استثنائي. اوكي طلع لي بنز، بعد البنز افضل عن البخاخ، لان تقدر تسمع صوت منه، اما البخاخ ما تسمع غير صوت بس هذا. يلا نشوف اللي بعده. 50 اللي بعده اللي بعده 100. ايه تعطوك ذهب. الظاهر ان السوبر سيل انزعقت من الموضوع، على طول صار يعطوني اوموجيات الحين. يا خلاص ما يصير يا خريج، سكن سكن وليس ايموجيات ولا بخاخ. اللي بعده اعتقد الحين خلاص ما راح يعطونا اي اسطوري او خرافي، خلاص راح يكون حظ منا كله نادر بلغة ندرة، واحيانا راح يعطوك استثنائي. يلا بلغة ندرة نادر خذ. يا اخي خلاص طفشت منهم، بقى اخر اثنين. يلا اخر واحد، وطبعا هذا جميع الجوائز اللي حصلتهن، كل ايموجي بخاخات. طبعا هنا ستار دروب، خلنا ناخذه وش يطلع الحظ حلو. لو كان افضل لي فتحنا من الاول، قاعد يعني مستنى وانتظر المقطع صور. طبعا هذا المقطع الاول، بس في جوائز هنا لحد الحين مفتحتهن، طبعا راح نفتحهم بالنهايه. انتهى الحدث الخنزير الثاني وقدرت احصل على 20 ستار دروب، ولكن للاسف الحظ كما هو ما في اي سكن، وحولت من حساب الاول رحت الحساب الثاني، وللاسف الكلان اللي داخل فيه ما كان مدفعي ابدا في الاتحاد، فللاسف قدرت اجيب 7 ستار دروب، ولكن الحظ ما زال حظ بيض. A few moments later. انتهى حدث الخنزير الثالث، وخلنا نفتح ونشوف حظنا، نقول بسم الله. Let's go. ايش راح يطلع لنا؟ اوكي بلينج ذهب. فطبعا في تعديل صار الحين، ذكر اول زمان يعني نقاط تطوير راح يطول، الحين عادي ضغط عليه سكيب على طول. ها شوف، فالحمد لله يوم عدلوا عليه، لان حرفيا شيء نرفزي تقعد فتره اطول. اوكي الحين ما زال اخضر وازرق، طبعا راح يستمر ما في اي حاجه، اقل شيء استثنائي. نايس استثنائي. اوكي موارد استثنائي مره ثانيه. اوكي طلع لك كريدت، وش راح استفيد منهن؟ يلا اللي بعده. للاسف ما في اي حاجه اقدر استفيد منه، حرفيا هذا من الحدث من أسوأ الحدث شفته ممكن، حرفيا حدث الخنزير الثاني والثالث من أسوأ الاحداث، لان حرفيا الحظ ما هو غير موارد فقط. يلا ليتس جو، خلينا نشوف الحظ، ان شاء الله يكون 20 ستار، للاسف 10 ستار دروب. خذ. اوكي كبير يطلع لنا كريدت. نايس نادر. يلا طلعنا بنز مال ماندي. اوكي نايس نايس، بالاخير طلعنا جهاز. يلا حلو على كل حال، لكن شوف الحساب الثاني فيه حظ، لكن الحساب الاساسي ما في اي حظ. نايس ايوه عبودي نايس ليتس جو. طلع يعطيني ستار اضافي،
الحمد لله حساب الثاني فيه حظ. الحين خلاص موضوع حدث الخنزير، الحين راح نكمل من براول باس. فما تلاحظون اوكي طبعا هنا الحساب الثاني ما قصر اخوي فتح، فجمعنا اهم شيء حاجه الندره الاسطوريه راح افتحها بالنهايه. فنقول بسم الله وخلنا نشوف الحظ الاول او اول ستار. اتوقع ان النسبة صارت اقل ولا ايش؟ نايس خرافي خذ. اوكي يا اخي ايش قصت مع الكريدت؟ ايش اريد له؟ ما راح تجيب منه ولا حاجة، ولو انه ضافوا البنز والحاجات الاخي يمكن ما اتوقع يمكن راح استخدمها اساسا. نايس ما في اي تطور، اغلب حاجة يطلع لك الاخضر، اخضر اكثر حاجة يطلع لك. وبعد مشكلته لو يعطيك يا مثلا بلينك كان راح تقبل الموضوع، يعطيك كريدت ايش راح تستفيد منها؟ تفضل ها 30. طبعا اذا ذهب عادي مش مشكله، ذهب راح احتاج له، لكن نقاط تطوير لا ما راح احتاج له. هذا المطلوب. نايس، والحين وصلنا التايل الاخير ونقول بسم الله وان شاء الله يطلع لي سكن. هنفتح واخيرا طلع لي سكن ونايس. اعطيني 2 ايموجيات والحمد لله الحساب هذا قدر طلع منه سكنين. يلا عدنا اليكم بحساب الاساسي وخلنا نشوف الحظ. فطبعا راح اسرع فيني لما يطلع لي استثنائي او خرافي او اسطوري. ديم طلع لي اسطوري، خل نضغط. لا حلو صراحه هيبه تشارج حلو طلع لي. ادري ان هيبه تشارج مره يعني معفن، لكن افضل بدل لا اسرف 5000. يلا خلينا نكمل التفتيح ولا اقولكم خلينا نسرع الفيديو افضل. ديم ما توقعت ابدا يطلع لي. خذ. لا كذا تعطوني نقاط تطوير على هذا خيس حاجه. اخيرا طلع لي خرافي. عشان يطلع لي سكن. خذ. وشي ايش ذا؟ اوكي طلعتوا لي خرافي، بتا تعطوني شيء حلو، تعطوني نقاط تطوير ايش اسوي فيه؟ نايس مرة ثانية خرافي. طبعا اهنيهم على ايقونه بما ان بنسبة رمضان قريب فحب يرحبوا فيه. وفتحنا اخر استثناء وللاسف طلع لي ذهب. ووصلنا اخر حاجة، لا في 5 ستار دروب لازم نخلصهم قبل مثل ما راح نفتح الاسطوري. يلا اللي بعده. نايس استثنائي. نايس حلو. ادري ان سكين بيض لكن حلو شيء على شيء. اوكي نايس، يلا خلينا نقول بسم الله ونفتح اخر ستار دروب اسطوري. وش اطلع لي سكن؟ اوكي طبعا ما راح ازعل ولا حاجه، بيكفي اللي صار الحين، يطلع لي سكنات كثير فالحمد لله، برغم ان الستار مره بيض. وايضا في هنا تفتيح بس ما ادري الصراحه هل راح اسوي عليه الحين تفتيح ولا لا. وايضا في جوائز كثير هنا ما ودي افتحها الحين. طبعا في كثير ستار دروب اسطوري وخرافي فما بدي افتحها الحين، لازم اوصل 70 كي ومن ثم راح اسوي تفتيح. وايضا اوصل لي معظم التعبيرات، وايضا عندك ايقونه اللاعب. وبس هذا مقطع كامل وراح نترككم مع الفائزين. طبعا عندنا هذا الفائز الاول وهذا الفائز الثاني وهذا الفائز الثالث والرابع، هذول راح يحصلوا على سكن كولية الطيارة، وهذا الفائز الخامس وهذا الفائز السادس على سكن بارلي كونفو كيك اعتقد اسمه. فمبروك لهم الفوز. وبس هذا مقطع كامل، لايك واشتراك ومع السلامة.